السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله صوماليات وعن السلام يا دمانتين سوء دواء دا يعني الله ميلك ستود دنيا كي جوكتان هداد نوع سبت هاي سبسكرايب كنوصر هدي أنالسي جوكتين وعن محسن تهاي كومنتي لايك شاية وحاسد دان ودير قلن تانا دا جانالك أنك دعوانا يسانا وصومالي فويس تيفي مانتي ايلو جوغة دي لجن دا لجن يا ايلو جوغة محلي جري و محمد خضر MK بروتيريا كما قاعدين رولي بقى لجن كان حامفلا يا ده ده كن لسه جوين بقى ون جرن كرا تضابلت كهر يعني يعني كان جانيل كانوا دقي دم بس يو مارتي سكروس وقالي نهانتي وعدد كا نان مارتي كفانو دي هرمركا يعني هور سعد كا قيب توين كا هم يعني جانل كان يعني هور سعد كذا قيب توين كا هاوي مركز كو عصب نينك عم برشوا نكسن تضاب بلاد كهر نينك هل كان مارت جانل كسوق هذا هل كان كأنه واي برشوا نكسن أنت ناقنين أنت تقنتين الدوي قرنا يان إن بدنا قرنا يسوا فيلا يعني هل كان كجيران وأصعب مارت سويبتي سهل كان كإماتي وأن مهتمين دمانتين محمد خضر وهذا اللي يقود لنا سود ولجن أصحابنا السلام رنتي وأنا السلام زي سلام تبغالي فرتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير تقييم شرفت من قيمها أدي أدوله ونقول إن برتا على دا يوتيوب كا أما سأو تقنين تيك توك وحول بين غطو إن سوشيال ميديا مرك أصحاب تقيمة وأنا سلامي كل ما أنت حماسدي لو مسوكو بكرو هذا إنه حالة سومالو حلا ده وحير النافع لك قالوا مرك وأنا سلامي ميرو بديك دا وأنا سو حكولي سلام سري بلنتن وا سومالي فويس تي في إني كرلو سو قالوا لايك شير كومنت هنقول بقين هذا النهارين قبل لك أنو رفانين أما نو صارين لايك أنو صارين أما فول أنو صارين هذا وان كاب بهناي ما أنت وانت وصل أيام تاجنا لكن بريك ما لما كان وان أم جارنو أما أنت هسوك بفلو أهله كبد صح صن ده عدد كنا سوق عايزين إني جتين. أديان. واتكون ما صن تاي ولا لسه دقدعت وأنا سوني شيء وحنكمل ده ومدي سو أساس تي أما فالكوين كدي وتي وقت الأساس هي سومالي فويس تي في كل وقت ياس وحلي در تي في ون مجا كلا يقول هندري أفلر تي في وهندري كبد مجا عم بدلني إلا هذا وقت يوم كسوق عارني. مرك أصحابت أنت نلسي جوكت وين نلسي جوكت أنت نقول عصمنا حلينا كل مجا وين ويح مجا عام أنا ناس أنا سودوين أول الكأنمي مرك أنا أنا ما أنت وحن نقص هرم وقنا يا هرت وقت بدنا اسم وغنين ونلسوي ما أنت قاعد ما أنت حماسي دي لمسو كوبي كرو كل خوفك واحد دريمة ما دريمة كرا إن نسوي فريستو تدوبلوت كبعدي وقت قاعد فوقها سام في العيو كل واحد نجينا دمت بالعدين كنا وحالة بلشة هذا كلام موجن تاعي أما كلام مغن تاعي دمتوا ما كلام جيسي. صح. مرك أصحابته ما ترى وحني ونا دي وحني ونا أنا يكون مهر رأيو ولكن يا ما ترى أصلاً مرتوا هاي أسود وينا on YouTube كي جواي لكن ورر كم كل استبنا يو أما واحد الشيء جايو وإن مكر لو لا مرت ما كبع هذا كذا كل يوتو. ده هو ما ترى حنا يسا. لجنو ما ترى وحن دبكي نص سهران نيو مالمان. waxaan niru imaaday magaalada niru imaaday ninkii Ilaahay aad u sheere iyo xaaskiisi maslaxo marka de maslaxa iyo adii aad u sheere aan ka hadalno yaacni horta waa dad dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo de horumar noloshooda ka sameeynaya waa aalada TikTokna aad iyo aad loo aqaan oo shaqada lagu gurto waa laga yaqaan Facebook laga yaqaan meel laga yaqaan macnaheeda umada Soomaaliyeed meel kasta way garanayaan marka niyo labadooda sarbna maanta inaan ka hadalno waxaan kaga hadlayna waxay tahay yaani bulshada dhexdeeda waxay ku sameeyaan yaani inay maartay ay maxayatayaan cunto ay life cunaan macna ayagoo iska duubay ya marka arintaas dadka Soomaaliyeed ay u arkaan macna ma ما أرين سحبة مس أرين حموا مركا أديك برشيدة يا سكوت أديك أنا وحكا ويديو سداد وأرتا مركا طقن كاسدة إن ولي بقى محي هدي أي نينكو واسك دب ملها بو سمين كرا ولا إيه كرا لكن جبر أيضا يعني جبر إن أي
maaratay ay bulshada life ay ku dhax cunto cunto maaratay adamaal neef dhan baan arkay iyadoo jiidanaysa maslaxo marka sideed u aragtay adiga yaani fikirkaada masaxba mise khalad waa macnaa runtii waa hadal aad u qiimo badan kulli su'aalaha badan markii bulshada la weydiiyo ama dadka loo soo bandhigo waxa loo weydiinay dadka ama loo soo bandhigaa waxa ay qof walba inuu fikraddiisa iska dhiibto qalbiga saliimka ah marka qaasatan aan MK-da iska hadlo masluuxo iyo ayactoosh waa laba qof oo aad baraha bulshada u horo oo yani u cadcad oo dadka ay garanayaan maslaxa iyo ayactoosh waa dad aad iyo aad aaladda TikTok ka mar walba ka soo muuqdo waxaan lagu bartay shaqtiro mararka barang igoo sameynaya leen waas furnay mar waas qabnaa marka waqtiga social media waqtiga la taagan yahay dadka wuxuu noqday sidee baad views ku raadisaa haddii aad ay noqoto views la raadiyo markaas waxay tahay inaad wax dadka farxad gelin karo ama inaad mujaahid iska dhigto ama yaani wax dadka ay kugu soo raacayaan oo la leeyahay heblow maanta qofkan waxaas ayuu sameeyey saas dardada ayaan faans ugu ahay waxaan ognahay ambirta waan daawanaa faans nimal of team ayuu taageeraa kasoo qaadana maanta Manchester United dhiigaya ayaa laga yaabaa daqdaacad inuu Arsenal taageero marka anana laga yaabaa inuu ugu weyn yahay ama maanta maanta inaan ciyaarta maanta Bruno uu ka maqan yahay ama Ronaldo uu ka maqan yahay isleeyahay ama Rashford uu maqan yahay aan leeyahay maanta Bilegas aan maqan Arsenal uu leeyahay camal Saka uu maqan yahay oo kale ama uu maqan yahay Martinez uu leeyahay Bilegas ayaa maqan maanta ciyaarta ama cadcado ama kulankan saddexda point ma qaadan karno TikTokna waa aalad sidoo kale waay maanta hadda TikTok ka soo muuqan wayso ama dadka ay ku barteen shaqtiro ama ay ku barteen inaad marba ka qosisiso ama afar had galiso ama qof stress hayo clipkiis uu ka soo warbixo uu ku daawado la yaaba sabab aad u leedahay inuu ku farxalay qofkaas marka taa ay ka dadaalaan cadooshare iyo maslaxa waa taas cadoosh maxaad kale marka adii saxmiya gabadha inay maaratay su'aashaas bas ani hadaan maanta maxamed qadartayda aan ka hadlo aan waxaan labaduba waan dhihi karaa wayna ku saxan tahay karaa arrinta wayna ku qalinaan karaa maysan gabdhihii hore ay iska xishoonaynin macnaha in banaan wax ku cunaan xitaa biyo ay ka arri jireen biyo banaan ku cabbaan su'aal waxaad weydiisay aad ixtiraan u leeyahay qiimo badan qof bilaadanka la weydiiyo intuu ka jawaabi karo dumarka soomaaliyeed waxaa geeyaankooda qaas u ah xishood xishoodkan wuxuu ka mid yahay iimaanka maadaama gabdhihii hore xishoon jireen gabdhahan waqtigan taagan sanadahan dambe maxay gabdhaha kale ugu duwan yihiin waa su'aasha dacdo ay weydiinaysa hadda su'aasha ana fikradeeda waxaan ka dhigi karaa waqti isbedelay cimilada adduunka isku waqti ma ahan cimilada adduunka aad arkayso waqti walba waqti ka dambeeyo ayuu ka dhib badan yahay marka maslaxo aniga qaldanta arintaas ragga hortooda wax ku cunayso ama neef ari iyo waxyaalaha ama inay isku dhidhigaan oo kale ama waxyaalo munaasib ahayn way jirtaa oo u fiicnaa bulshada horta in la soo bandhigo laakiin adduunka wax walba fuse ka noqday fuse ku raadinayaan baad leedahay fuse waa haa xumaan kama laakiin waa fuse ay raadinayaan waayo gabdhaha aalada TikTok waqtiga maanta taagan aad arkayso gabar waxaad arkaysaa leedahay aan intay ka quruxsanahay bal asxaabina soo kala bixiya dad baa hor sheeganayo dad baa gadaal sheeganayo waxaasna wax horey loo arkay ma ahan hooyooyinkana qaarkood baa maanta TikTok ku soo badanaya sidii uu wiil yar raadinayo marka TikTok wuxuu noqday wax fiis lagu raadiyo laga yaabaa adiga qaasatan deeqo inaad leedahay maanta maslaxa gabdhaha kale way ka duwan tahay ka soo qaad waa qalbi ahaan tahda laakiin ma ahan fiis waa wax lagu raadinayo fiis lagu raadinayo okay waa mahadsantahay mid kale waxaan ognahay maslaxo iyo cadooshar inay yihiin dad haysiin ah cadooshar waxaan ogeyn horey inuu wasiir u ahaa wariye hadalkayga hor dhacay inuu ahaa wariye oo baraha bulshada aad iyo aad loo aqaano uuna matali jiray ninka cabdirasaaq cadooshaha oo kasoo koobay hadalkaas sidii markii uu waxaa la dhahay geela siisa loo jir uu soo mara ninkan dadaal badan uu bixiyey juhdi badan uu bixiyey cadooshare ilaa hadda saacada uu kusoo gaaray kabacdina waxay saleen maslaxo
مصلحون عصير بكسر درن تايبو صح تاسع أمو جستي إنه تيك توك ماتا وقالد تيك توك هذا اللي هنتيس أوبا رسالة هاي أوكي مقالك مرة من مقصد دار هذا محمد خضر هرتو أكو محسن تايب فكرة دادا السليم كأه إيو ونكسن كلي وحان فيليا مارتي إناد نواي أرغة تاي أني قهدي أن وحير خطه أنا كنت ديراني نين نيهو ما داما هدا عددو تريفيش بيكون رادني يعني وهرت وصحبا هور عصنا هاي لكن يعني أنا جا مقوى إن جبردو أي إنتي مال ببلي كسفر يسوتو أي عنتو ما رتي يود أي واحد مناسب هاي ماشي على سفر يسوتو أنا مقوى يعني واحد قوى إن لقن كي هور الصوماليات قبل يحشون جري بيا وحان حصوصته إني قبلو بيها عبيان اللي دو من جرين معنا جلاس بيها هذي عرفت هو نمنك هذي ماشي فديان ويكلا عرج حتى هو حاجرته أيضا بنحافظ الجوين ودور الجو وبيجا أكله تسيده أكله تو ناني جو حان إن صامرة يبادي أنا هاي بركة وبيجا أكله تو مركي قبلو هذي أدمال هلا أشكره ما تانا حوله هيك عبيان يعني قبلنا مركي ما تو إن أضبح الموجي من عبي جرين معنا بيه دوا بيه مدوا بيه ما حشيجين من عبد أنت تكتريش هذا جامع ماشاء تكتريش ووإدعه مركا لكن كيبان ربع إن ما رتدي الوصول لكن هذا واحد على هم تنبأ للسمين اليوم رونانتي ويبال مرسنت وحضر كيسا قبل ده برا بلشيدا أيوة قهوة نسوت لك هاي أيوة أنا قرب صار قبين أيوة تيمو زقلالين هنا أيوة حتاوة garan yar iska qaba oo de wixii ba awrdi dhanay banaanka joogto marka hada ato shire iyo maartay maslaxo waxaan dhigi karaa asaga u horseeday gabadh dhuceeb ma laha sax ato shire asaga gabadh u horseeday maartay mid kale waxaan rabnaa inaan hada ku daro gabadh ma halawday rag ba halay marka asaga weeyo yaani wax u horseeday xumaanta waa ato shire marka ato shire waxaan leenahay marwadaada xaaskaada sharaftada ilaali oo de meelaha ayadoo cunto cunayso sa ya war meelaha soo dhiginiyo marka islaanka shaqada ana soo face tv sound hay mar walba ranka garab taaganahay mar walba waxa garab taaganahay wixii suubsan in aan dadka wacyi gelin sameyno waagi aan youtube kan ka soo muuqanayay ama hadalada islaafsaneeyay hata nik qof daawana oo daawan kara kelimada hore hadalka aan daa wuxuu ahaa in la soo bandhigo youtube kan wax dadka farxay farxad gelin kara kaliya anfacay sax أصحابي ومهسنتين داوشدين أنا وكم مهسنتين هذا هلك نلسو قادين قبل قبدي أيام مرينا مركة عديدة أدنو عصبتين سبسكرايب كناصر عديدة نلسي جوكتين ومهسنتين مقال كان مقال كحقة إن شاء الله وحنا قندونا ميدون إذا فرحت قليها دولا هيرادو مركة سداسيو نبيت قليها